10 سنين بعد الثورة. كانوا تذكروا الشهر التالي المغني رامي جولدن اللي خرج غنية أسيابي شد عام حبس. 10 سنين بعد الثورة بعد ما خرجنا كلينا الكرتوش الضرب نطالبوا بحريتنا. 10 سنين بعد الثورة توا الناس مازالت تقتل في المراكز وتتعرى وتتشد الحبس على حرية التعبير. أنا طالبة حق ولدي 19 سنة يقرا عمر ما عنده حتى حكاية ما عمل حتى شيء ملي عمره 8 سنين يمشي للصطاد يتفرج ويروح ولدي كما الشباب الكل قلت له لي ولدي ويخدموا ويروحوا لديارهم وأنا مشوية أنا مشوية حاجتي بحق ولدي قدام الشعب وقدام تونس كاملة.